انت هل اخذنا ادوات النكيرة ولا لا؟ هل ايه؟ بتذكري لو اخذنا ادوات النكيرة؟ دوت النكرة. ايوه طب تمام، خليني بس اسالك شغله. اذا انا اجيت بدي احط لك لو، مع اي كلمات بستخدمها لو؟ يعني regard. دقيقة شوية، أنا أوكي. ألور ريموند ريجارد. لو أنا أجيت حطيت لك أنه مثلا مثل ديزون غارسون، داكور، وحطيت لك أن أترونو بار إكزامبل في، وحطيت لك مار، وحطيت لك بير، ألور سيل تو بلاي ريموند، قولي لي بين لو لا لي الابوستروف لاكيل تو بو شوازير بارمي تمام. كارسون الجاكسو لا الجاكسو لي برافو لو، برافو لو. طيب والفي شو راح تحطي لها يا ريموندا؟ في لي لا لا، عشان بنت. تمام، المار ايضا عشان بنت، شو بتحطي لها؟ لا ايوه، والبير يعني بابا. لو لو، برافو، شطوره ريموندا. طيب بدي اسالك سؤال، متى بستخدم الابوستروف يا ريموندا؟ في قبل الفاء. برافو عليكي. طيب فيكي تذكريني بحروف النكيره ريموندا؟ بس تمام. تذكر اون اون اه اون دي، اخر واحدة ريموندا هي دي. تمام اوكي. طيب قلنا انه لافراز يا ريموندا، لافراز اتس مين يعني ايكوال سنتنس. تمام، طيب تمام. ريموندا لو انا بدي اعرف شو هن مكونات الفراز، يعني لي كونستيتيون دو لافراز، رح لاقي عندي اول شيء شغلتين. شو أول شغلة بتخطر على بالك بالجملة؟ Subject. Very good. شو اسمه en français؟ Sujet. Sujet. Sujet، تمام. وتاني شغلة بتخطر على بالك بالجملة؟ Verbe. وي، برافو، تري بيان. اليوم حديثنا عن الفيرب، ولكن قبل ما أبدأ بالفيرب بدي أرجع وأسأل بعض الأسئلة عن السوجي. ألور يا ريموندا، لو أنا عندي سوجي، أول شيء نحن مثل ما بنعرف إنه السوجي هو بيكون عبارة عن نوعين، يا كذا يا كذا. طيب شو أول كذا من الكذايات اللي تكلمنا عليها يا ريموندا؟ النوم والبرونوم. برافو يا ريموندا، ما شاء الله عنك، وفكرة مزبوط كل حاجة تكلمنا فيها. شو هالريموندا هيدي البطلة ما شاء الله. مزبوط، نو وبرينو. طيب طب سؤال ريموندا، النو شو بقصد بنو؟ يعني انا لما بقول نو شو بيكون قصدي؟ البرو والكمون. برافو عليك. طب اعطيني اكزامبل عن نو بروب، خليني بس اكتبهم انا هون نتذكر. عندنا نو وعندنا برونو. تمام، النو عندنا كما وعندنا بروب. اوكي، كما مثل شو؟ اعطيني انه كما. أكمل. بس ما سمعت، علي صوتك شوي حبيبي. لا في لفي، برافو عليكي، تمام. طيب اعطيني انه بروبر يا ريموندا. روب ريموند. تري بيان ريموندا، تري بيان، تري بيان. طيب ايه سي كوا لو برونو؟ شو هذا البرونو؟ اللي هو جي صح، تو تري ال بيان. اي اون اوكي، بس اخذنا هول ولا اخذنا بعد؟ لا بس هول. تمام، اليوم بدنا نكملهم يا ريموندا، هنصغر الشاشة شوي. اوكي، على ريموندا قلنا اذا بتتذكري هديك المرات انه جو هو اي، تو يو، الايل هي، الال شي، والاو هي اللي بتجي بمعنى نحن، ولكن عند التصريف تصرف كأن إيل. افتكرتيها يا ريموندا ولا نسيتيها؟ لا افتكرته.
تمام. خلي بس أريج تقول السلام عليكم يا أريج. السلام عليكم يا أريج. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. طيب انت حبيبتي أهلا وسهلا، لاحظت إنك ما كنتي عم تقدري تدخلي شغله، كان في مشكلة بالنت. يبقى أريج نحن ما عملنا شيء جديد، بس راجعنا كل شيء أخذناه. يعني أنت لو رجعتي رجعتي لحالك الأشياء اللي أخذناها حتكوني كأنك كنتي معنا. دونك أريج هلا بدنا نبلش ناخذ الأشياء الجديدة. بلشنا انه السبجكت السوجي ممكن يكون برونوي يعني ضمائر، مثل جو يعني اي تو يو ايل هي ال شي اون، بمعنى وي ولكن تصرف وكأنه هي. طيب شو عندي هلا؟ عندي نو اتس مين وي، فو اتس مين يو، il avec s و elle avec s it's mean they. تمام؟ alors on va répéter Rimonda s'il te plaît répète شو هني الضمائر الجديدة؟ no vous else ils اوكي ريموندا بس اللي شغله الاس الموجوده هون ما بننطقها il ال amen اوكي تمام. يلا يا أريس انت بلي اقرأي لي هيدول الضمائر الجداد من عند هون. نوز نو بو يو او برافو، دايما يا صبايا دايما آخر حرف لا ينطق دائما. طيب النو معناها ايه يا ريموندا؟ وي برافو. الفو معناها ايه يا أريس؟ يو يو طبعا هون بالجمع. اوكي انت ال وال يعني ايه يا ريموندا؟ ال وال زي برافو عليكم. وطبعا هيدي هولي كلهم هول بالجمع، وطبعا هولي كانوا سنجولي. لاحظنا الفرق؟ هوليكي سنجولي وهول بلوريال. عندنا شي سؤال صبايا لحد هون ولا سيكلير بقدر اكمل؟ سيكلير سيكلير طيب بس حدا انا هاخذ هيدي سكرين شوت. يلا بس حصغر الشاشة عشان اكون حطيت كل شيء فيها. اوكي اما هلا يا صبايا فرح ننتقل لموضوع جديد وهو الفيرب. طبعا الفيرب يعني اتس مين ذا فيرب، هذا الشيء سهل يعني وما بدها اثنين يحكوا فيها. تمام، ولكن عن شو انا بدي احكي عن الفيرب؟ يعني اول شيء بدي اعطيكم فكرتين. اول فكره انه نحن طبعا انتم بتعرفوا لما بتكون تحكوا بالفيرب بالانجلش عندكم ثلاثه تنسز تحكوا فيهم. اوكي اللي اسمهم عندنا تون تون اتس مين tenses. اوكي عندي لما انا بتكلم الحين دونك هيدا اسمه بريزون، انتو بالانجلش بتقولوا بريزنت نحن بنقوله بريزون. تمام، لما بدي احكي عن شيء بالمستقبل يعني بعد بكره الاسبوع الجاي بعد سنه alors je parle du futur. اوكي اما لما بدي احكي عن الماضي يعني the past so I say passé. So passé it's mean past, présent it's mean present and future it's mean future. طبعا لاحظوا في عندي هلا هون اكسن، بس لاحظوها هون بس لاحظوها هلا شوي وبدي احكي لكم عنها. دونك عندي ثلاثة تون يعني ثلاثة تنسز انا فيني استخدم الفيرب فيهم، او passé يعني past أو present يعني حاضر يعني present أو future يعني future. Alors, commence يا ريموندا، شو هن ثلاثة tenses please؟ les trois temps هنقول trois temps.
passé, présent, futur. وي برافو، بس نقول بريزون يعني بالاخر فيها اي ان تي صوت ان. بريزون، برافو ريموندا. يلا يا اريج سيل تو بلي، كيل سون لي تخوا تون كو جو بو اوتيليزي ان فرونسي؟ اريج باسي يا مش مستعد سؤال ثاني، ايه ممكن يا مش مستعد سؤال ثاني. ايه شو هن لي تخوا تون، لي تخوا تون يلي انا بقدر استخدمهم، لي تخوا تون اللي انا بقدر استخدمهم ان فرونسي شو هن؟ اوكي بس بس ايه صح، بريزن وليا بريزون فوتو اون بالاخر، بريزون داكور بريزن كونتينيو. واخر وحده فوتو فيتور، فوتو فيتور ريبيت فوتو اخر وحده فيتور. تري بيان. طيب نحن طبعا بدايه واولا ما حنشتغل باسي، ما حنشتغل فيتور، رح يكون شغلنا كله حاليا عن البريزون. طيب هل البريزون يعني هو بيعني بالعربي المضارع؟ تمام، المضارع البسيط. طيب خلينا قبل ما نبدا بالبريزون وقبل ما اعطيكم الفكره عن طريق التصريف الفيربس ان ذا بريزنت يعني بالبريزون، في موضوع كتير مهم لازم اني اخبركم عنه. طيب خليني امسح كله. طبعا هلا صبايا عندي موضوع اسمه انه الفيرب، الفيربات الفيربز بيقسموا لثلاثه كاتيجوري، يعني لثلاث فينا نقول فئات، اوكي، او ثلاثه جروبس مشان تكون الكلمه اسهل. عندي برومي جروب، وهلا رح افسر شو يعني برومي جروب. عندي دوزيام جروب يعني الفريق الاول، الفريق الثاني، ايه ترويزيام جروب. تمام، طيب دوزيام جروب مش رح نحكي عليه اليوم، ترويزيام جروب مش رح نحكي عليه اليوم، اليوم شغلنا يا صبايا على البرومي جروب. طيب يا تيتشر شو البرومي جروب؟ شو بتقصدي بالبرومي جروب؟ بكل بساطة بنات، البريمي جروب هو لما الفيرب بالانفينيتيف يعني بالمصدر انفينيتيف فورم بيكون اخذ بالاخر اي ار. الو البريمي جروب تري ريموندا، كيف بقدر فرقه عن الباقيين؟ بيكون في آخر الاي ار تري بيان اريج، كيف بقدر افرق البريمي جروب عن الجروبات الباقيين؟ هاي يا أريش، كيف بقدر فرق الجروب هيدا عن الباقيين؟ أريش سمعاني؟ ثانية المايك بي ار اي ار، برافو عليك يا أريش. طيب الحلو بالموضوع يا صبايا انه بهيدا الجروب، بالجروب الحلو بالموضوع انه الجروب في إلهم طريقة كل الفيربز ليتصرفوا على اساسها. ضايقة شوي خليني امسح. هيدا البريمي جروب يا صبايا في إله طريقة انا بصرف كل الافعال يلي بتنتهي بإي آر بنفس الطريقة. كيف يعني يا تيتشر؟ رح أقول لكم كيف. يعني أول شيء مع الجو الفيرب رح ياخد أ، مع تو
اس مع الايل، او مع النو طبعا، والال والاون نفس الشيء، ال ال واون. مع النو الفيرب راح ياخذ او ان اس، مع الفو الفيرب راح ياخذ اي زد، ومع الايل افيك اس حنصغر الشاشه شوي. اوكي، ومع ال افيك اس وال افيك اس الفيرب راح ياخذ اي ان تي. الو ريبيت يا بلشي، قولي لي يا ريموندا، مع الجو شو بياخد الفيرب؟ اي مع تو، اي اس مع الال والال والاون، اي مع النو، او ان اس مع الفو اي زد تري بيان، ومع الال والال افيك اس يا ريموندا. اي ان تي. تري بيان ريموندا، يلا دور اريج. يلا يا اريج، مع الجو الفيرب شو بياخد؟ اريج انت مسكره المايك بس مشان تعرفي حبيبي. اريج اوكي، مع اوكي مع الجو يا اريج شو بياخد الفيرب يا حبيبي؟ مع الجو اي تري بيان. مع تو مع تو اي اي اس يس مظبوط، مع الال والال والاون ها أريج، مع الإل والأل والأون شو بياخد الفيرب يا حبيبي؟ يس إي بقى كمان إي، مع النو اي لا مع النو، أو أن أس اي مع النو. أريج سمعت، ايه سمعتك هاي انا. مستمع اوكي تمام، مع النو يا اريج، او ان اس، مع النو، او ان اس مع الفو. اي زد برافو عليكي، ومع الال افيك اس والال افيك اس. اي ان تي تري بيان تري بيان. طيب خلصنا، هلا كيف بياخد الفيرب بالبريمي جروب؟ طبعا هيدول للحفظ. هلا رح نروح انا وياكم نسكر ونبدا ب الشانسون تبعت الفيرب افوار. اذا بتتذكروا يا صبايا اخر مره انا وياكم شو قلنا؟ قلنا انه الفيرب افوار بيعني انه لازم انا يكون عندي، هو يعني بمعنى انا لدي، تمام؟ يعني انا لما بقول الفيرب افوار مثلا بقول انا لدي، هو لديه، الى اخره. دونك رح نسمع الشانسون انا وياكم، لانه بعد شوي بدنا نقولها، كل واحد بده يقولها لحاله. دونك فات اتونسيون تبو يا صبايا، رح نبدا. On period days, I choose a pad that lets me move freely. But at night, I need a different pad that protects me from leaks, especially from the back. Get the full always protection by choosing not only a day pad, but also a night pad that's longer and wider for all around protection. During the day and during the night, choose complete protection. Choose always day and night pads. Thank you.
صبايا مرة تانية ومن بعدها بدنا نرجع نقول لك ما بتكون عم يلا كلنا سوا صبايا. افوار اللي رح نكتبه هلا انا وياكم على التيبل على الوايت بورد. طبعا الفيرب افوار بمعنى انا لدي او نحن لدينا، دونك بنصرفه بهيدي الطريقه. طبعا هو كمان عم يتصرف بالبريزون يا صبايا. كل التنسز اللي نحن هلا حاليا بنشتغل عليهم اسمهم بريزون. الور بنكتب فيرب افوار بريزون طبعا. جي شو يا إلى ألا أونا nous avons vous avez ils ont والزون. دونك اون كومونس بار ريموندا. يلا يا ريموندا سيل تو بلي اقراي لي. جي تو تو ا الى الى اوني اونا انكور اونا اونا نو زافي نو زافون اون نو زافون vous avez ils ont zon مش son لانه ما فيها اس. ils ont elles ont ils ont elles ont تمام. يلا يا اريش سي تو بلي سي تون تور. يلا اقراي لي اياها لو سمحتي يا حبيبي. اريش سامعاني؟ الو اريش. طلعت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اريج. يلا يا حبيبتي بس بدك تقراي لنا اياه. راح اقراه مره قبلك. جي تويا الى الا nous avons vous avez ils ont elles ont. يلا يا حبيبي. تمام يا مس، يعني أنا مش هقرأ السطر من دول. جي تي ال ال اون il ال نوز يعني نيوز فو نو لا إل دقيقة nous avons nous avons vous avez ils ont فو ils ont. اوكي تمام نرجع نعيدها بعد مرة عريش. جي tu as il a elle a on a. عيدي بس أول مقطع. جي جي ال اي انا اوكي جي tu as il a elle a on a. répète يا أريز. جي oui
Chia. Chia. Julia, E Julia, ira. Ila, Bravo. Una. Bravo. Nu. Nous avons. Nous avons Tamam. Vous avez. nous appelons Ils ont. ils Elles ont. ont طبعا أريج البرونونسياسيون تبعيته، يعني مشان تنطقيه بطريقة صح. الغنية هي بتساعدك، تمام؟ مشان هيك أنا راح أبعت لكم الغنية علشان تكون مثل مساعدة لألكم. طيب بس حدا ياخد سكرين شوت بليز، لأنه تليفوني حطيته على الشاش. أخذت تمام، هلا رح نوصل للتر E. طبعا انتم بتعرفوا انه هيدي اللتر ان انجلي اسمها اي، بس بالفرنسي شو اسمها؟ او. او شو اسمها يا صبايا؟ او. برافو عليكم. او. طيب بس لفظة رح يتغير على حسب الشرطة اللي معاها، يعني ممكن يجي مع اكسون اسمها اكسون ايجو. شو يعني اكسون ايجو؟ يعني شرطة على ميلة اليمين، فبيكون صوتها ايه ايه ايه. حتى في حروف مثلها بتنطق بنفس الطريقة، هي اي ار، اي زد، و اي تي. اما الاكسون جراف، طبعا هول ما قالون عليه افيس، انا حطيتهم بس مشان نعرفهم. الاكسون جراف هي الشرطة اللي رايحة يسار، يعني على الاو عندي شرطة يسار اسمها ايه، مثل اي او اي وبس. واخر وحده هي الشابو اسمها اكسون سيركونفلكس، اكسون سيركونفلكس. وطبعا هي بتكون عباره عن او وشابو فوقها، وتنطق مثل الاكسون جراف بنفس الطريقه. يبقى اول اكسون يا صبايا، اول اكسون يا صبايا هي اكسون ايجو. شو اول اكسون؟ ريموندا شو اسمه اول اكسون؟ إيكو ايجو. برافو. هيدي الاكسون كيف بتكون، يمين ولا يسار يا ريموندا؟ يمين برافو عليكي. كيف صوتها يا ريموندا؟ ايه ايه ايه. تمام، على الريبت يا اريج، الاكسون ايجو بتكون لميلة اليمين ولا ميلة اليسار؟ ها أريج، الأكسون إيجو لليمين بتروح الشرطة ولا لليسار؟ أريج عم تسمعيني؟ يا مس كده في صوت إيه إيه سامعتك حبيبتي. بقول الأكسون إيجو رايحة يمين ولا رايحة يسار يا أريج؟ يا صار لا، الايجو يمين. تمام، الايجو يمين. اوكي، وكيف صوتها يا اريج؟ ايه. برافو عليكي. طيب تاني اكسون يا ريموندا اسمها اكسون جراف، بتكون رايحة يمين ولا رايحة يسار؟ يسار برافو عليكي. كيف صوتها يا ريموندا؟ ايه آه آه. أوكي اوكي تمام. فإذا الأكسون الثاني يا أريش، اللي هي رايحة يمين ولا يسار؟ يسار برافو. كيف صوتها يا أريش؟ يو ايه. برافو. ايه تري بيان. والسيركونفلكس مثله،
هي مثل الشابو ولكن كمان صوتها مثل شو؟ صوتها كمان مثل يعني هوني ايه هوني اه هوني اه. يلا خدوا سكرين شوت لهيدي بليز. تمام اوكي، يبقى الاكسان هي الشرطه. بنرجع منعيد، الاكسان هي الشرطه يا صبايا. الشرطه لما بتكون الى اليمين يعني ايجو، الى اليسار راح تكون شو؟ راح تكون ايه جراف ايه جراف ايه، ويصير كونفليكس الشابو راح يكون برضو صوتها ايه. اتفقنا؟ حدا عنده اي سؤال لحد هون ولا سافا؟ لا يا مستر. تمام. حدا بس اخذ سكرين شوت عن هايدي بليز. تمام، فاذا هلا بنكون اخذنا عن الاكسان وخلصنا فكره الاكسان. طيب هلا هو باقي شوي وراح يفصل الزوم عادي، بس يفصل ارجعوا ادخلوا، بيكون باقي لنا شوي صغيره وخلص. طيب إذا اليوم رجعنا تذكرنا إنه السبجكت ممكن يكون أو السوجي ممكن يكون أو إنه اسم أو برونو يعني ضمير. النو ممكن يكون على عدة أشكال،